يا جماعة أنا خلصت البيبسي كمان بتاعي قبليهم. ليه؟ ماما ينفع تبدلي ده أنا ما خليتش فيه ولا نقطة. وبابا لسه. ايه ده؟ ده بابا، ده بابا هو اللي خلصها لها. بس يا بابا، بابا اللي خلصها لها. بس يا بابا اللي خلصها لها يا جماعة. بابا بابا كده برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا بسكوتة. وانا سمكة. احنا النهاردة يا جماعة جايين لكم فيديو جديد وتحدي جديد غير اي تحدي. فعلا يا ملك، التحدي النهاردة غير اي تحدي. ليه؟ لان احنا عاملين تحدي في الشارع، الطريق بقى، وهنضرب فرامل والمطبات. ورب ويا رب فعلا يستر علينا يا رب. احنا معانا بقى ملك معاها علبه الكشري زي ما انتم شايفين، وانا معايا طاجن، ومعانا اتنين بيبسي. انا بتاعتي هي، انا بتاعتي هي هي. يلا خلونا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. انا طبعا يا جماعة حط على بتاعي الشط، هو بيبقى فيه على الوش كده فلفل اسمر، بس انا بقى ايه، بحط الشطة. يعني هو بيبقى فيه فلفل اسمر بس انا بحط الشطة. ملك طبعا عمرها ما تاكل شطة ولا تلمسها. يوم ما تلمسها تحسها ان هي لمست ايه، ما اعرفش، لبست قنبلة. ايه ده؟ هنشوف يا جماعة مين اللي هيكسب، بسكوتة ولا سمكة، ومين هيزور من المطبات. يا رب ما اكون ما انا. ارزعهم مطب يا بابا. ولا لا لا ولا يا بابا والنبي. حرق سنة، مع ان انا حطيت والله شطة كتير. اسأله ملأ شادة حطت يجي ربع كيس. مش لقيت ربع كيس، انا بقول يعني يعتبر مش حطه. طعم جميل. من اولها مطبق، من اولها فعلا ولا اي حاجه، ما تشغلوش بالكم. فجوع. يلا حاولي. مش عارفه اكل من المطبخ خالص. احنا قاعدين، انا كنت هزر دلوقتي حالا، قاعدين في العربيه ومربعين. شفت بقى، مربعين في العربيه. اللي بقى لو خسرت طالعه، خسرت انا زعلانه. تعالوا قولوا يا جماعه معايا الكشري طعمه جامد. قول لنا اسكت. اتفضلوا. تحبوا الكشري دي تديكوا تزعل حراق. ولا اللي ما بيحبش الشطه ياخد كشري. كشري بارد معلوش نقطه شطه. بعدها ها ها ها. خلينا ناكل.
دي مسحوق. وين السمك؟ الشطه نفسها بتلسع اللسان. الصدى الشطه مفيش اجمل منه. حرام عليك. يلا سرعوا شويه عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. حاضر حاضر. الصدى شايفين اول ما طب اهو. معلش اول ما طب اول فرامل فرامل مش عارفة اقول فرامل. اصل فين طبات ده اول فرامل. انا خلصت قبليهم يا جماعه. هم عملنا جاهزين التليفون انا مش عارف ايه وعمالين يتدلعوا يهربوا شويه. كنت انا اتفاجئت وخلصت. طب انا ما احنا بنظبط التليفون بس بصراحه اول واحد خلص بابا. بابي يا بختك يا بختك شاطر يا بابا. بابا بعد كده ماما هنشوف مين اللي بعدها انا ولا ملا. لا لسه ما كنتش نص معلقه تقولي مين اللي هيكسب. يا رب انا. لا يا رب انا مش هي. التحدي مع كشري الطاجن مش مع البيبسي خالص. لا مع البيبسي كمان. لا في لازم نخلص ازازة البيتزا دي في بقي. ايه حرام عليك. عشان لما تعملي كده مش
يا جماعة أنا خلصت البيبسي كمان بتاعي قبليهم. ماما ينفع تبدلي بتاعي؟ أنا ما خلتش فيه ولا نقطة. وبابا لسه. إيه ده بابا؟ ده بابا هو اللي خلصها لها. بس يا بابا. بابا اللي خلصها لها. بس يا بابا. خلصها لها يا جماعة. بابا. بابا. كده برضو. وغير انت بتقول انا خلصتها في الاخر بابا اللي خلصها. ايوة فعلا يا جماعة بابا هو اللي خلصها وما خلاش فيها ولا نقطة اهو قدامكم. لا لسه فيها نقطة. يا فكيزو يا خراب. لا احنا عايزين تعال نطلع ايه مصر الفرق بيني وبين شادي في اللبس كبير. انا خلاص فتحها قفشوني الكلاب. هذا منديل. ثانك يو. هذا انا يعني مخلصها. يعني الشرشيب اللي هنا زي التجار. مين قرب يخلص؟ انا. لما بصي البيبس بتاعي بتاع شهر. ماشي انا انت بتشربي انا باكل. لا كل اول يا سمكه. سمكه يعني هي ما بتاكلش اصلا. تشرب يعني مثلا تشرب كوبايتين ميه وتاكل معلقه. واضح انكم انتوا الاثنين هتخسروا. انا الاول كنت باكل بشراهه ودلوقتي بقيت اكل يلا يلا. عشان لو فضلنا
لسه معاكوا كل ده هتزهقوا مننا. ايوه لان اكل بسكوته وسمكه بطيء قوي، يعني لو فضلتوا مكرونايه معاهم كده هتزهقوا منهم والله. اه ده كان انا امهم وزهقت منهم. هو يا جماعه ايوه من اكلهم مش منهم. مش غلط طبعا. انا قربت اخلص خالص. يلا يا ملك. وانا نص العلبه. علشان احنا لو فضلنا هناكل معاكو كنتوا زهقتوا مننا اصلا. اه الفيديو هيبقى طويل قوي، خصوصا ان هما بياكلوا مكرونايه من اول هنا لغايه هناك. لو فضلتوا معانا احنا برضه هنبقى ما خلصناش ربع العلبه. يلا ابداوا بقى تاني بسرعه. يلا حاضر. يلا طاقة الاكل جدا وخصوصا سمكه يا جماعه. هاكل مكرونه. اهو ماشي يا جماعه. السمكه بقى احنا النهارده مش محضرينها
أسد. وهنقول لكم باي باي. ما تنسوش العقاب البسيط. العقاب شديد. يلا مع السلامة.